محاضرتي اليوم هي الفريكشن. الفريكشن يعني هم الاحتكاك. المحاضرات اللي مضت كنا ناخذ ردود فعل مال اجسام متماسه، كنا ناخذها قوه واحده عموديه على سطح التماس. ليش كنا نفترض انه قيمه الاحتكاك انه الاجسام هي تماس مالتها هو سموث، يعني احتكاك ماكو. في واقع حال ماكو هذا الشيء، ما موجود. كل اجسام متماسه اكو بها احتكاك، اكو بس لكن بالنسب قد يكون احتكاك كلش قليل ممكن نهمله، واحتكاك لا هاي ما نقدر نهمله. هسه راح نتعامل مع هالموضوعنا ويا الاسطح تكون بها احتكاك عالي. عندما الجسم يحاول ينزلق على جسم اخر راح يتولد قوة احتكاك مماسية tangential forces. هذا القوة تمنع الحركة او الانزلاق، بالاضافة الى القوة العمودية اللي نخليها قبل رد الفعل قمة واحدة. اذا رد الفعل راح يصير اثنين، قوة عمودية normal L وقوة مماسية tangential تكون نسميها F. واتجاه هذه القوة الـ F friction forces يكون دائما اتجاهها عكس اتجاه الحركة او محاولة الحركة. اتجاه القوة F او قوة الاحتكاك frictional forces F دائما يكون عكس اتجاه الحركة او محاولة الحركة او محاولة انزلاق، يصير بتأهب الانزلاق الجسم. في بعض الاحيان يعني الفائدة مالت الاحتكاك، لولا الاحتكاك لما بقى جسم مستقر على جسم اخر. يعني هذا الانسان اللي يمنى اللي بغرفة لما بقى احتكاك بينهم وبين الارضية، يعني كلها نسمة هوا تحركها. لذلك احنا في بعض الاحيان نحاول من الاحتكاك نقلله الى اقل حد. ليش؟ لانه راح يخسرنا طاقة، خسرنا جهد. الحالات اللي احاول اقلل بها احتكاك مثلا الباور سكرو، الجير فلو اوف فلويد ان باي بروبلوشن اوف اير جرافت. يعني انا احاول اقلل الاحتكاك عندما يتحرك عندي سائل او فلويد او مائع في انبوب، او احاول اقلل الاحتكاك بالجير يعني دشالي مالت الجير، احاول اقلل الاحتكاك بال بحركة السيارة أو الطيارة. عندما تحرك السيارة أو الطيارة سيعدها احتكاك ويا الهواء، هذا من احتكاك بها هو راح يقلل من كفاءتها. أحاول أقلل إلى أقل قدر ممكن. في بعض الأحيان أنا أحتاج أزيد الاحتكاك، مثل أبسط مثال البريك مال سيارة والكلتش مالت الداخلي والبيلت يعني الغايش والويز. إذا جينا على السيارة، هو السيارة إذا كان ماكو احتكاك ما بين إطار السيارة التاير والأسفلت الشارع، راح السيارة ما راح تقدر تمشي، راح يبقى يعني إذا كان احتكاك ماكو صفر الإطار راح يبقى يدور على الأسفلت بدون أي حركة، يدور مكانه. تالي السيارة ما راح تتحرك. إذا بفضل الاحتكاك راح تتحرك السيارة على أسفلت أو على طريق. احتكاك إلى فضل آخر، عندما تتوقف السيارة إذا كان احتكاك ما موجود ما بين الإطار والأسفلت ما راح توقف السيارة. كذلك إذا احتكاك ما موجود ما بين الديسك والفلنجة مال البريك أيضا ما راح يصير عندي بريك. إذا الاحتكاك أحتاج في بعض الأحيان أزيده وبعض الأحيان أحتاج أقلله حسب حاجتي له. نجي على أنواع احتكاك type of frictions. النوع الأول dry friction، هذا النوع اللي راح ندرسه موضوع إن شاء الله هسه. dry friction هذا يحصل بالأجسام المتماسة الغير مزيتة إلا بركتت surfaces. الأجسام الأسطح الغير مزيتة يحصل الاحتكاك عندما يكون عندي محاولة الانزلاق
محاولة ينزلق، مو شرط جسم دا ينزلق حتى تصير يتولى احتكاك، لا في بعض الأحيان جسم ما يتحرك، بس هو يحاول يتحرك ينزلق فتتولد قوة احتكاك. قلنا سميناها قوة احتكاك سميناها F، ودائما اتجاهها عكس اتجاه محاولة الحركة أو محاولة انزلاق. هاي بيندنج موشن يعني شروع بمن؟ بالحركة. اتجاه دائما عكس اتجاه شروع بالحركة. هذا ان شاء الله هذا النوع راح ندرسه. النوع الثاني فلويد فريكشن، احتكاك الموائع. هذا ان شاء الله درسوه السنه الجايه بالفلويد. شلون يصير احتكاك بالفلويد؟ بالمناسبه الفلويد هو مائع بالعربي، يتضمن ليكويد السوائل والغاز الغازات. اذا الفلويد هو لو سائل لو غاز. عندما تتحرك طبقات المائع تتحرك طبقاتها طبق على طبقة، راح تتحرك عندما يكون هناك اختلاف بسرعة حركة كل طبقة عن طبقة تجاورها. عندما يكون هناك اختلاف في سرعة الحركة مال طبقات الفلويد كل طبقة عن طبقة تجاورها، من يكون هناك اختلاف بسرعة الطبقات يعني تولد عندي احتكاك ما بين الطبقات. بالاضافه لانه عامل السرعه اللي يأثر بالاحتكاك مات الفلويد، عندي لزوجه الفيسكوسيتي ايضا تاثر، ايضا هي تاثر بشكل كبير. لذلك ان شاء الله تسوون السنه الجايه حدوثاً ليمت معين تقول من هالليمت وجوه راح اعتبر انه الطبقات ماكو احتكاك بيناتها وبالتالي ماكو خسائر. هذا الليمت راح يسمونه رينولد نمبر. ان شاء الله على السنه الجايه تدخلون تفاصيل هذا الموضوع من فلويد. نروح على النوع الثالث internal friction، احتكاك داخلي. هذا الاحتكاك يصير بداخل المادة نفسها solid material. يعني راح اعطيك مثل اضرب مثل عنه. اخذ مسطرة وخليها بشكل افقي واسحبها للاسفل واتركها. راح تلاحظ المسطرة تتحرك up down، اسفل واعلى او اعلى واسفل. اذا افترضنا انه الهواء دائما يعني داير ما دارها ماكو هواء، اذا ماكو هواء حاليا المفروض هاي بعد ما راح تتوقف، لان ماكو شيء ممانعه توقف اياها عكس اتجاه الحركه. يعني من اكو هواء الهواء راح يصير عكسها ويوقف اياها. اذا شو اللي راح يوقفها؟ اللي يوقفها هو الاحتكاك الداخلي اللي بداخلها. شلون الفانك سيرفيس سطوح طياره مالتها ما راح تتحرك بعضها على بعض، اكو احتكاك داخلي. هذا الاحتكاك الداخلي هو اللي راح يوقفها. هذا نسميه internal friction. internal friction تلاحظون المواد تكون flexible مرنه، يعني شلون هاي المسطره من تسحبها وتقدر تبقى تتحرك اب داون، هذا نسميه مرنه. هذه طبقاتها الداخليه يكون احتكاك بها كلش قليل، وبالتالي الخسائر تكون كلش قليله، وذلك تحتاج الى وقت حتى تتوقف عن الحركة. هسه حاليا اذا اخذت غير جسم خليك خشبة شوية ثخينة واسحبها ايضا، اسحبها وتركها وخليها ريليز حرة تتحرك شوية وتتوقف. ليش؟ لانه هاي صلبة مو الاستيك، وبالتالي من تكون صلبة يعني تكون ان الاستيك هذه تكون احتكاك ما بين طبقاتها كلش عالي، بحيث تتحرك شوية وتتوقف مكانها. اذا هذا النوع الثالث حتى ما راح ندرسه، ندرس النوع الاول. نجي على الدراي فريكشن، الاحتكاك الجاف. عندما يحاول جسم يتحرك على جسم اخر غير مزيت، راح اول شيء راح تولد عنده قوه احتكاك عموديه ايمن، عفوا قوه احتكاك مماسيه ايمن لسطح التماس، نسميه تانجنشنال فورسز، نسميه او فريكشنال فورسز. هذه التسمية خلينا نركز عليها فريكشنال فورسز. من يقول فريكشنال فورسز معناها قيمة قوة F تانجنشنال فريكشن فورس. بالإضافة إلى من تتولد عندي تانجنشنال فورس قوة نورمال اللي كنا قديما كنا نقول ماكو فريكشن، نفترض أن فقط قوة واحدة N. هسه راح يصير عندي N و F. صار عندي قوتي حاليا قوة N نورمال إضافة لها التانجنشنال فورس اللي هي F. ذني قوتي اللي هنا محصلة سميها R،
والزاويه اللي بيناتهم ال فاي انجل اوف انكلاين فريكشن. هسه ناخذ هذا البودي اللي مستند على هذا الارضيه الافقيه، الكتله مالته ام، هذا السطح السطح خشن اذا به احتكاك، وصلت عليه قوه اف او قوه بي. هذه القوه بي راح ازيدها، ابدا ازودها من الصفر لحد ما يبدا الجسم يتحرك وندرسها. هسه مبدئيا خليني ارسم الفري دايجرام، الفري بادي دايجرام. اول شيء هذه الكتله الوزن او الكتله يساوي الماس في التعجيل، هذا الوزن يكون بالمتصف. عندي شو وصلت عليه؟ قوه بي لليمين. قلنا طالما اتجاه الحركه لليمين فقيمه قوه الاحتكاك اتجاه عكس الحركه، شوف هذه اف ما اتجاه حركه لليسار، اذا نخليها على بالنا دائما قوه الاحتكاك اف اتجاه عكس اتجاه الحركه. اذا بالاضافه لو عندي نورمال فورس سميناها ان، هاي نورمال فورس القديمة نفرض ماكو احتكاك، هسه من صار احتكاك عندي نورمال فورس ان وعندي فريكشن فورس اف، لان قوتها متعامدة انها محصلة سميناها ار. الزاوية اللي بيناتهم نسميها فاي، هاي الزاوية احتكاك الداخلي انتيرنال فريكشنال فورسز. هسه لو اخذنا جزء هذا جزء من سطح احتكاك وكبرناه، هذا هو سطح احتكاك بهالشكل، شو تلاحظون به؟ رف سيرفس بتعرجات. تلاحظون الاحتكاك يتولد فقط في نقاط التماس، اذا هاي نقطة التماس الاولى، هاي نقطة التماس الثانية، هاي نقطة التماس الثالثة، عندك على غير متينة من نقاط التماس. في كل نقطة تماس عندي راح تكون عندي ار1 ار2 ار3، ولا كل ار اذا حللها عندي مركبة شاقولية سميناها ان، مركبة افقية سميناها اف. اذا كل قوة راح احمل لها قوتين، هذه ان1 وهذه اف1، هذه ان2 وهذه هي اف2، هذه ان3 وهذه هي اف 3. انا صار تماس راح عندي عدد غير محدد من الانات ومن الافات ومن الار. انا اذا انا تعاملي ما راح اتعامل ويا ار1 ار2 ار3، لا اقول ذني الارات اجمعهم كلهن يعطيني ار وحده، اتعامل ويا ار1 شلون اسوي هذه؟ ار وحده، وهاي الانات اجمعهم كلهم وعندي يكون عندي ان وحده، والافات اجمعهم اف1 اف2 اف3 لحد ما لا نهايه، وخلي مكان اف وحده فقط. اذا التعامل واقع حال هو هذا، نظريا راح يكون اتعامل ويا هذا ويا هذا الشكل، عندي ان وحده اف وحده ار وحده راح اتعوض عنهم. هسه خلينا نرجع لموضوع القوه هذه لهذا الشكل. هنا عندي جسم خلي على هذا السطح الخشن، وصلت عليه قوه بي، وانا بديت قوه ازودها من الصفر لحد ما الجسم يتحرك. اول شيء عندما صرت ازيد القوه بي والجسم بدا يتحرك، اذا الجسم في حاله اتزان، معناها سيجما اف يساوي صفر، سيجما فاي يساوي صفر، وسيجما مو يساوي صفر. انا يهمني حاليا الاف جد قيمتها، طالما الجسم ما يتحرك اذا سيجما اف اكس يساوي صفر، من سيجما اف اكس يساوي صفر معناها البي شو يساوي؟ الاف، او الاف يساوي البي، لان هذه لليمين وهذه لليسار، سيجما يعني اقول بي ماينس اف يساوي صفر، من عندها الاف يساوي البي. اذا نروح نرسم العلاقه ما بين الفي والاب، يبقى دائما طالما الجسم ما يتحرك الاف يساوي البي في حاله اتزان، يعني قد ما ازود البي وما عنده حركه
اقول الاف دائما يساوي بي، من اف يساوي بي معناها هاي الزاويه كانت 45، هاي الزاويه 45، 45 درجه. لحد ما وصفت نقطه معينه، هاي النقطه بعدها الجسم راح يتاهب المان للانزلاق او الحركه، جسم يتاهب للانزلاق او الحركه ما يفرق شيء. هاي النقطة نسميها امبيندنج موشن او امبيندنج سليبنج او سليبنج، يعني امبيندنج معناه شروع بمن بالحركة او شروع بمن بالانزلاق، امبيندنج موشن او امبيندنج سليبنج. هاي النقطة هي تكون فاصلة، هنا هاي النقطة هي الفاصلة منها وقبلها لهنا، يعني من البداية لحد هاي النقطة يكون جسم في حالة ستاتيك، في حالة سكون. شنو معناه؟ معناه ما عندي موشن، ما عندي حركة. بعدها بس الجسم يتحرك صار انتقلنا إلى حالة الحركة الموشن، وهاي الحالة شو نسمي هذا الاحتكاك؟ نسميه كاينتيك فريكشن، احتكاك حركي. هاي النقطة تكون بها قوة، قوة الاحتكاك أقصى قيمة لها. قوة الاحتكاك هي أقصى قيمة، نسميها F. شو يساوي؟ F maximum. F maximum هي نسميا normal force. ال F maximum هذه بتكون F يساوي F maximum، هي عبارة عن نسميا من normal force. زين هاي النسبة اللي هي عبارة عن نيو ستاتيك، نيو ستاتيك معامل احتكاك الاستاتيكي. شو يساوي هذا النيو ستاتيك؟ أنا ميوستاتيك هو عبارة عن تان فاي، تان ظل الزاوية ما بين ال N وال R، وتان فاي من هنا يساوي المقابل اللي هو ال F على المجاور N، F على N. إذا 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 من تكون ال F يساوي F ماكسيموم، ال F يساوي ميوستاتيك في ال N. تخلي بالك هذه هاي المعادلة أنا أطبقها فقط أن تكون عندي شروع بالحركة، أكون في هاي النقطة. إذا قبلها ما يصير تستخدم هاي المعادلة البابا، تستخدم لي هذه. زين. هسه إذا الجسم بدأ يتحرك، صار أنت عندي حركة. تلاحظون الجسم راح يبدي، عفوا، قوة الاحتكاك F راح يصير بها هبوط مفاجئ. طبعا هبوط مو هاي، قليل، تقريبا 10-15% أقل منها. من انت بيصير بها هبوط مفاجئ، راح تقل الاف الى اف الى قوه احتكاك ثابته نسميها، يعني قيمتها ثابت نسميه اف كاينتيك، ومقداره ثابت يساوي هو نصف منية من النورمال فورس من الان. شو يساوي؟ يساوي ميو كاينتيك في الان، ميو كاينتيك في الان. بعدها من تتولد الحراره تبدي تقل، انا هذا البارت ما له علاقه به، انا اعتبرها اني من يكون الاف اكبر من اف ماكسيمم، اعتبر نفسي انا هنا، من يكون هنا اف يساوي اف كاينتيك ويساوي نيو كاينتيك في الان. اللي بعدها هذه من هنا وهي هذا انا ما راح اتعامل وياه حاليا، ما راح اتعامل وياه حاليا. انا هسه نركز زين. هسه انا اذا قلت لك، شوف انت وين، انت بالكاينتيك لو بالستاتيك فريكشن، شو تسوي؟ تحسب اف ماكسيموم. حسبناها، روح تحسب لي قيمه اف منين؟ من الاتزان، قارن اف باف ماكسيموم. اذا اف اقل من اف ماكسيموم معناته هنا انت بالستاتيك، واذا طلعت اف اكبر من اف ماكسيموم وين انت معناها انت هنا، معناها قيمة F حسبتها من الستاتيك مو صحيحة، لازم قيمة F منين؟ تقول F يساوي F كاينتيك ويساوي ميو كاينتيك مضروب بالN. إذا هاي الشغلة ركز عليها كل شوية، هذا الشيء اللي بالموضوع كله. هسه خلينا نروح نرسل حالتين، أولا شرحتهن. الستاتيك فريكشن من يكون جسم في حالة الستاتيك، أنا يهمني من أوصل يعني من البداية من يكون الجسم ما به حركة F يساوي بي، الاف يساوي بي، قيمة ان نحسبها من السيجما اف واي. واذا عندي غير قوة طلاب، اذا كان عندي غير قوة اف ما يساوي بي،
مش بعدين فتح باب عندي عندي قوة ثانية، قوة مائلة، ما قوة مائلة هاي أيضا تدخل بالالتزام. يعني أفعل ما يسوي يعني حتى لو كان هنا مثلا حتى هاي القوة لو كان عندي شيء قوة أخرى هي شيء هاي طبعا حتى تدخل المركبة مالت الأفقية تدخل ويل فيه. وهنا شو نقول؟ نقول الاف يساوي البي زائد المرقبة الأفقية. إذا هاي من طرح الالتزام. إذا من يكون الجسم ما بي الجسم ما بي حركة أطلع قيمة ما عندي الجسم ما بي حركة ماكو انزلاق أو ماكو حركة أطلع قيمة اف من سيجما اف اكس من الالتزام. زين من أوصل إلى إمبينك موشن إلى هاي النقطة اف شو يساوي اف ماكسيموم. قيمة اف ماكسيموم يساوي نسبة مية من الان طبعا ان احسب مية ايضا من سيجما اف واي. جد قيمتها من جد نسبتها من الان هي عبارة عن النيو ستاتيك في الان النيو ستاتيك في الان. وتخلي بالك عن هاي الملاحظة هاي المعادلة تطبقها فقط من يكون عندك شروع ميمن بالحركة او شروع ميمن بالانزلاق. خلي بالك مش احنا شرحناها. الاف هي ماكسيمم فريكشن فورس، الميو هو ميو ستاتيك كوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن معامل الاحتكاك الاستاتيكي. وش يساوي؟ يساوي تان فاي. وفاي بابا هاي شو اذا حاليا هذه فاي ستاتيك زاويه الاحتكاك الاستاتيكي هي زاويه محصوره ما بين النورمال فورس والار محصله الاف والان. اذا ميو ستاتيك يساوي تان فاي مثل ما تعرفون تان فاي يساوي مقابل اللي هو اف على المجاور اللي هو ان. والان هي النورمال فورس حسبها منين؟ من سيجما اف واي. ايضا مثل ما قلت لكم هاي الملاحظه انه طالما انا ما واصل اف يساوي اف ماكسيموم اذا الاف شبيها اقل من اف ماكسيموم. يعني انا من بعدني ما واصل اف يساوي اف ماكسيموم انا وين؟ انا هنا أنا. من اكون هنا أنا شوف الاف شبيها اقل من اف ماكسيموم. اف نيل على الاف ماكسيموم ايضا شرحنا هذه. نروح على الكاينتيك فريكشن احتكاك الحركي. من يكون اف اللي تحسبها منين؟ من الساتيك من سيجما اف يساوي صفر اكبر من اف ماكسيموم انت معناته وين انت؟ بالكاينتيك. من تكون انت بالكاينتيك عند ذلك قيمه الاف يساوي اف كاينتيك ويساوي ميو كاينتيك في الان. اذا ومقدارها يبقى ثابت يعني ما يقل. هذا قلنا هذا الباك ما راح ندرسه حاليا احتمال ثابته. اذا شوف دائما هاي بالكاينتيك فريكشن ليس ذا ماكسيموم ستاتيك فورس اقل من اف ماكسيموم. اذا اف كاينتيك تبقى ثابته مقدارها ميو كاينتيك في الان. ميو كاينتيك كوفيشنت اوف كاينتيك فريكشن معامل الاحتكاك الحركي او كاينتيك ويساوي ايضا نفس التعريف فقط هذه كاينتيك الستاتيك كاينتيك. ودائما خلي بالك ميو كاينتيك اقل من ميو ستاتيك تقريبا 10-15% شيء تقريبي. والاف كاينتيك فريكشن فورس. خلينا ناخذ اكزامبل نمبر 1 شابتر 6. خلينا نقرا الاكزامبل. يقول determine the maximum angle theta which the adjustable incline may have with horizontal before block of mass m begins to slim. خلينا نقرا the coefficient of static friction between the block and the inclined surface is mu static. شوف طلع مطين هذا سطح مائل وهاي هناك هاي هناك منزلقه بحيث هذا سطح ممكن انزل لهنا ويكون الميلان مالته صفر، ممكن ازيده يصير كلش عالي. احنا شوف خلاه او شوف بشكل افقي. هاي المنزلقه خلاها بشكل افقي. هذا سطح. وخلي عليه كتله بلوك كتله مالته ام. وبدا شو يسوي؟ عفوا معامل احتكاك هنا ميو ستاتيك ميو ستاتيك. وبدا هاي الزاويه يزيدها. يعني اللي يرفعها من هنا يرفعها
هالشكل. تروحوا تعرفون انتم من هذه بدي ارفعها الكتله مال الوزن، هاي الكتله مالتها اللي مركبتين تصير مركبه بشكل ومركبه عفوا بهالشكل عمودي على السطح. المركبه هذه تحاول شويه تزلق تخلي الجسم ينزلق لاسفل. يعني في حد معين، في حد معين ثيتا بس ازيدها الجسم يبدا ينزلق. شو يقول؟ يقول اوجد لي اكبر قيمه للثيتا بحيث الجسم يبقى مستقر ما ينزلق. يعني بابا انا اذا هذه تكون من تكون انا طبعا هي ثيتا من ثيتا ماكسيموم الى الصفر هي هذا الجسم بس ما ينزلق، بس هو شنو اكبر ثيتا. من تكون اكبر ثيتا معناه جسم شبيه لا يتاهب لمن للانزلاق. من تكون ثيتا تساوي ماكسيموم معناه جسم لا يصير بيه يصير بيه امبينك موشن شروع بمن بالانزلاق. من يكون شروع بالانزلاق معناها الاف شو يساوي؟ اف ماكسيموم. شوف بابا من هاي هنا الرسم من يكون امبينك موشن شروع بالانزلاق اف شو يساوي؟ يساوي اف ماكسيموم. اذا احنا من احنا من هذا الهند من راح نطلع قيمه ثيتا. شو اسوي؟ اطلع قيمه اف ماكسيموم واساوي قيمه اف من الستاتيك اطلع قيمه ثيتا. خلينا نجي اول جسم. اول شيء خلي ارسم الفري بودي دايجرام مال هذا الجسم. قلنا الجسم اللي راح ينزلق للاسفل اول شيء. الاف وين اتجاهها؟ هذه اف. اف اتجاهها تكون طبعا هي موازيه لهذا السطح بس هي شوي مكبرها. هي موازيه لهذا السطح. ايش بابا؟ هي هنا تصير بس هو مكبرها. اتجاه الاف عكس اتجاه الحركه. طالما الحركه انا راح تتحرك لجوا اذا الاف راح يكون ابوى ابوى انكلايند. هاي الاف. الان عموديه على السطح خلصنا. ايش بقى؟ بقى الوزن. الوزن سي الكتب تعجيل. شو يكون شاقولي؟ سان شحتاج حتى حد الوزن الى مركبه هاتجاه مركبه هاتجاه. يعني دائما من الاحتكاك نحلل قوى ويا الان ويا الاف. يعني محورين، شوف محور عندي ويا موازي الاف سميته اكس والموازي للان سميته واي. اسهل لنا اسهل بكل شويه. شوف حتى حلل القوه الدبليو هو الوحيد اللي المائل. شو اقول؟ اذا كان عندي لاين، شوف هذا سطح المائل هو نفسه اكس يوازي لانه يستعمل فوق ثيتا. من العمود على 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 الاكس هو الواي. لازم نستعمل شاقول ثيتا. هذا شاقول الوزن. اذا هاي الزاويه ثيتا، اذا هاي الزاويه ثيتا، اذا كان عندي لاين اللي هو اكس يستعمل فوق ثيتا. المفروض عمود عليه اللي هو واي يستعمل شاقول نفس الزاويه اذا هاي ثيتا. راح احلل الوزن لمركبتين، مركبه ويا الاكس هذه ومركبه ويا الواي هذه. هنا اخليه هذه يساوي هذه دبليو كوساين ثيتا وهذه مركبه دبليو ساين ثيتا. اذا صار عندي هسه صار القوه كلها محللها على محورين متعادلين الاكس والواي. اول شيء ناخذ سيجما اف اكس يساوي صفر. شوف انا شو بعطيكم كل شيء باتجاه موجب يعني باتجاه الاكس باتجاه بابا يعني باتجاه الانكلاين اتجاه الميلان اعلى الميلان. ايش عندي؟ عندي اف باتجاه الاعلى باتجاه هذا اعطيته اشاره موجبه. شو العكس؟ عندي فقط قوه واحده شيء مركبه الوزن. شو عكسها؟ عكس هذا اذا اشارتها سالبه. الوزن اللي هو الام في الجي في ساين ثيتا. الام في الجي في ساين ثيتا يساوي صفر. من هنا قيمه اف يساوي ام في الجي في ساين ثيتا. اذا بابا هذه قيمه اف من وين وجدناها؟ من الاتزان. نروح ناخذ سيجما اف واي يساوي صفر بهالاتجاه. كل شيء بهالاتجاه موجب. شو بهالاتجاه؟ كل شيء بهالاتجاه موجب. ايش عندي؟ عندي ان هذا ديفولت موجبه. من عكسها مركبه الوزن ناقص الوزن اللي هو ام في جي في كوساين ثيتا يساوي صفر. من هنا تطلع قيمه ان هي ام في جي كوساين ثيتا. ايش قلت لكم؟ من يصير عندي شروع من اف يساوي اف ماكسيموم يصير عندي شروع. من يصير هذا هاي نطبقها من يصير عندي شروع بمن؟ بالحركه. اف ماكسيموم يساوي ميو ستاتيك في ان.
ميوساتك الام هذه قيمتها ام في جي في كوساين ثيتا. طالما انا اريد ثيتا ماكسيمم اذا اوجد ثيتا من يكون عندي شروع بالاحتكاك. طالما انا من اريد ثيتا ماكسيمم اذا انا احسب قيمه ثيتا يعني من يصير عندي شروع بالحركه بالاحتكاك بالحركه. لانه اذا زادت ثيتا عن 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 هالمقدار يصير عندي انزلاق. من يصير عندي شروع بالاحتكاك معناها اف يساوي اف ماكسيمم، معناها اف اللي حسبته منيا من الاتزان يساوي لمن؟ للاف ماكسيمم. شوف عندي من ماكسيمم فور ماكسيمم اندر ثيتا من تحصل شو معناها؟ معناها صار عندي امبيندنج موشن، يصير عندي شروع شروع بمن؟ بالحركه. بس يعني تاهب او شروع بالحركه معناها اف شو يساوي؟ اف ماكسيمم. هسه اف هذا قيمتها واف ماكسيمم هذا قيمتها، عوض هنا اف اف ماكسيمم. شوفوا دولي هذا التعويض. الام في الجي اختزله شو بقى؟ يبقى ميو ساتك يساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا. ميو ساتك يساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا، معناها ميو ساتك يساوي تان ثيتا. اذا ثيتا يساوي تان انفيرس ميو ساتك، هاي قيمه ثيتا. اذا ثيتا طبعا وتان انفيرس ميو ساتك شو يساوي؟ يساوي فاي ستاتيك. فاي ستاتيك زائد احتكاك الداخلية اللي خلنا أذكركم بيها هذه بابا، هاي يسمي فاي ستاتيك. نروح على اكزامبل نمبر 2 شابتر 6. خلينا نقرا الاكزامبل. Determine the range of values which the mass m not may have so that 100 kilogram block shown in the figure will neither start move up the plane nor slip down the plane. Good. The coefficient of static friction of the for the contact surfaces is 0.3. شو معناه؟ معناه مع احتكاك هنا 0.3 قيمته. خلينا نشرح السؤال. شوف عندي سطح مائل بزاوية 20 درجة والأفق، مخلي عليه جسم الكتلة مالته 100 كيلو غرام. هذا الجسم رابطه بحبل والحبل مدورة لافة حول بولي، هذا بولي سموث ما باحتكاك، ومثبت بنهايته كتلة وزن، يعني كتلة يعني بلوك الوزن الكتلة مالته أم نوت. زين هسه هذا سطح اذا ما اخلي له ام نوت شو يسوي؟ ينزلق لجوه. فهو حتى لا ينزلق خلوا هذا الام نوت. هسه انتبهوا معي، هسه هذا ام نوت اذا اقللها ابدا اقللها ايش بيجي جسم يوصل في المرحله وين راح ينزلق؟ للاسفل. اذا هاي الحاله الام شو يساوي؟ يساوي ام مينيموم. يعني من هاي الحاله راح اطلع قيمه اقل قيمه لمن؟ للام، هذا اللور باوندري. زين اذا الام نوت زيلتها معناها شنو؟ من تزداد الام نوت انا بابا القوه اللي هنا بهذا الحبل راح تزداد له. عندنا اذا حبل يدور حول بولي نفس القوه وين تنتقل؟ بالحبل، لانه هذا البولي هو فريكشن ليس ما باحتكاك. زين هسه اذا زيدت الام نوت راح القوه تزداد بالحبل، معناها القوة اللي تسحبه ان هذا الجسم اللي هنا راح تزداد. اوصل في حد معين تحاول شو فيه؟ تحرك اللي وين؟ لفوق. اذا هاي النقطة اللي بدي تحاول ينزلق لفوق، هاي راح تعطيني ماكسيمم فاليو اوف ام نوت، تعطيني ماكسيمم فاليو. اذا انا راح ادرس حالتين. الحالة الأولى من حاول ينزلق للأسفل يعطيني أقل قيمة ام نوت. والحالة الثانية من حاول ينزلق للأعلى يعطيني أكبر قيمة المد للام نوت. هذا راح ندرس حالتين. ندرس الحالة الأولى عندما يكون الجسم يحاول وين تكون قيمة ام يساوي ام نوت يساوي ام ماكسيموم، يساوي ام ماكسيموم. من تكون ام يساوي ام ماكسيموم يعني هذا تي يساوي تي ماكسيموم،
انت ما بسمه ما له جسم لما يتحرك يحاول يتحرك للاعلى اعلى للاعلى وياي هسه هاي القوة قلنا من هاي الكتلة نفس القوة تنتقل بالجسم إذا هنا أمنوت في الجي هنا أيضا تكون نفس القوة أمنوت في الجي الحبل هذا من راح قطعة تظهر بقوة تينشن هذه القوة تينشن سميناها تي شو يساوي أمنوت في الجي طالما الجسم حاول يتحرك للأعلى فقوة احتكاك الفريكشنال فورس اف ليون تجاهه عكس اتجاه الحركة إذا لجوه بعد شو بقى عندي اندي 1 تكون عمودي على سطح الاحتكاك يبقى عندي الوزن يساوي الكتله بالتعجيل الكتله 100 كيلوغرام والتعجيل 9.81 تطلع 981 نيوتن هسه احنا ايش رسمنا الفري بادي دايجرام طالما انا قلت راح ادرس حاله شروع بالحركه اللي هو للاعلى من يكون شروع بالحركه معناها اف شو يساوي؟ يساوي الاف ماكسيموم انا هذه مباراه شرطا الاف اساوي المد الاف ماكسيموم ايش راح استخدم انا؟ ليش؟ لو انا راح ادرس الحاله من يكون بها الجسم في حاله شروع للحركه بالحركه اللي وين؟ للاعلى. هسه اول شيء خلينا ناخذ سيجما اف واي يساوي صفر كل شيء بهالاتجاه موجب. ايش عندي؟ عندي ان موجبه. عندي فقط اول شيء قبل ان ناخذ سيجما اف واي خلينا نحلل الوزن هاي مركبة ويا الاكس وهاي مركبة بهالتجاه ويا الواي هذه دبليو ساين عفوا 23 بابا انطيني اياها هذه دبليو كوساين 20 هسه داخل سيجما اوف يساوي صفر كل شيء ابورد موجب شان يبون ان ان عكس هذه دبليو كوساين 20 ناقص دبليو كوساين 20 عوض دبليو 87 يطلع قيمه ان 922 قلنا الاف ماكسيموم يساوي ميو ساتك بالان ميو ساتك 1.3 والان 922 يطلع اف ماكسيموم 277 277 اذا هاي قيمه 277 هسه خلينا ناخذ سيجما اف اكس يساوي صفر. اذا اخذ كل شيء بهالاتجاه موجب. ايش عندي؟ عندي التي اللي هي ام نوت جي. تي هو الام نوت في الجي. من عكسها؟ عكس عندي اف شو يساوي؟ اف ماكسيموم اعطيها سالبه. ايش عندي بعد؟ عندي هاي المره كمان الوزن ايضا عكس اعطيها سالب ناقص دبليو ساين 20 يساوي صفر. قلنا الاف هم نساويه للاف ماكسيموم لان ادرس الحاله تكون بها حاله شروع بالحركه يعني الاف يساوي اف ماكسيموم شنو عوضه؟ 277 التعجيل عوضته الوزن عوضته شنو المجهول؟ هو الام نوت اذا قيمه الام نوت يساوي 62.4 كيلوغرام هذه ماكسيموم فاليو هذه اقصى قيمه يعني بعدها اذا ازود هذا الوزن بمقدار كلش قليل يعني بالبوينتات الجسم راح يمشي ينزلق لوين؟ للاعلى، الجسم راح ينزلق للاعلى. اذا الابر باوندري القيمه العليا هي 62.4 كيلوغرام. خلينا ندرس الحاله الثانيه. من تكون قيمه الدبليو كلش قليله. تبدا هذه تقل. بنوصل فد ليمت معين حد معين للام نوت جسم شبيه يحاول يبان ينزلق للاسفل من راح يبي شروع بالانزلاق للاسفل فانا في حاله امبيندنج موشن يعني في حاله شروع بالحركه بكون عندي شروع بالحركه للاسفل اذا الاف شو يساوي؟ يساوي الاف ماكسيموم اذا راح ندرس هاي الحاله اول شيء من اقطع هذا الحبل تظهر بقوه للتي ما راح تختلف خلينا ندرسها هاي حالة ثانية خلينا نرسم الجسم الفري باي دايجرام أول شيء هاي القوة تي يساوي أم نوت في الجي قلنا طالما الجسم يحاول ينزلق للأسفل إذا قوة الاحتكاك هذه راح تكون عكس اتجاه الحركة حركة للأسفل إذا قوة احتكاك اف للأعلى قيمة ان عمودي على السطح
التي موازاه لصالح، لان هي باتجاه الحبل الكيلوون. يبقى عند الوزن ايضا مركبتين، مركبه ويا الاكس، مركبه ويا الواي. هذه دبليو كوساين 20، وهذه دبليو ساين 20، هاي دبليو ساين 20. نفس المعادلات، فقط شو اختلف عندي؟ اختلف عندي اتجاه الاف. اذا جينا على سيجما افاي الاولى، اولى اف ما ظاهر بيها، نفس الان عفوا نفس الدبليو، اذا انا قيمه الان تبقى ثابته 922، والاف ماكسيموم ثابته، لان الاف ماكسيموم هي نسبه 100، لان ما لها علاقه بالاف. سيجما اف اكس راح تختلف بابا، نفس المعادله بس اتجاه الاف تغير، راح ناخذ سيجما اف اكس تساوي صفر، كل شيء بهالاتجاه موجب. ايش عندي؟ عندي الاف وعندي التي، لان موجبات عندي التي هي اما في الجي، وعندي الاف شو تساوي؟ تساوي اف ماكسيموم، يعني دارس حاله شروع بمن بالحركه او شروع بالانزلاق. ايش موقع عكسهم من دول الاثنين؟ هم مركبه هذه الوزن، هذه اللي هي دبليو ساين 20، دبليو ساين 20. هسه دبليو اعرفه والاف ماكسيموم اعرفه، شو يبقى؟ الام نوت. الام نوت يكون ايكوال تو 6 كيلو جرام، هذه مينيمم فاليو، بحيث هسه اذا قلت الام نوت بمقدار كلش قليل، راح يبدا الجسم من وين ينزلق؟ للاسفل. اذا الرينج مالت الام نوت، الرينج مالت الام نوت راح يكون محصور ما بين 6 كيلو وات الى 42.4 كيلو جرام. بهذا الرينج الجسم لا يتحرك لا لفوق ولا لجوه، يبقى الجسم في حاله سكون، الجسم في حاله سكون رميان اغات ريست. خلينا ندرس هذا المثال اكزامبل نمبر 3 في تشابتر 6 كتاب مريم. ديتيرمن ذا ماجنتيود اند دايركشن اوف فريكشن فورس. شنو معنى هذه؟ من قال لك فريكشن فورس؟ معناها الفريكشن فورس معناها اف، يقول اوجد مقدار واتجاه اف. ندخل على بالك من قلت فريكشن فورس يعني اف، شو اوجد مقدار واتجاه اف. الاف اكتنج اون ذا 100 كيلوغرام بلوك شون فيرس بي ايكوال 500 نيوتن، بي ايكوال 500 نيوتن. سكند الفي يكون تو 100 نيوتن. يقول ادرسي مقدار واتجاه، يقول اوجد لي مقدار واتجاه اف، من تكون قيمة بي المسطعة هذه اللوك. اول شيء اخذ لها 100 واوجد قيمة اف واتجاهها. ثاني حالة اخذ قيمة بي 500 واوجد قيمة واتجاه اف. نفس الحل مرتين، مرة في 100 ومرة جت 500. معطيك ميو هنا ميو ستاتيك يساوي 0.2، وميو ايضا كاينتيك 0.17. هسه راح ندرس الحالتين. الحالة الأولى بتكون في 100. إذا تلاحظون هذا الشكل، خلينا نرسمه بالفري بادي دايجرام. أول شيء قلنا الآن عمودية على سطح، رسمنا البي هذا اتجاهه، والآن شاقولية. إيش عندي هسه؟ هاي الزاوية 20، هي نفس هاي الزاوية. إذا هذا الآن راح أحلها مركبتين، هنا هاي مركبة، مركبة ثانية، هنا راح أخليها حتى تشوفوها. هذه دبليو ساين 20، وهذه دبليو كوساين 20. تبقى شوف هاي الزاوية 20، هاي افقية شوي، قوة افقية. احنا قوة افقية معناها هذا يوازي هذا،
اذا ها اذا هاي اذا 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 شوف هذه هاي هذا اللاين يصير فوق 20 وهذا اللاين يوازي هذا اللاين اذا هاي زائد 20 اذا القوه الافقيه في صعبين فوق 20 ويا عفوا هذا اللاين المال زائد 20 نفس الزاويه اذا انت راح حركها مركبتين مركبه بين اكس هذه في كوساين 20 مركبة عمودي توازي الواي توازي الواي الفي ساين 20 ساين 20 هسه شو موقع اف اف اتجاه لي وين ما أنا ما اعرف الحركه الاسفل الاعلى مبدئيا راح افرض اتجاه لي وين للاعلى من انا افرض اتجاه الاعلى معناها اليوم اتجاه حركه قلنا الحركه عكس اتجاه الحركه عكس اتجاه الاف معناها وين الحركه؟ الاسفل اذا هذا فرض افترضت لي فوق احل واشوف الشارته اذا الشارته طلعت موجبه معناها فرضه صحيح الشارته سالبه لازم اقلبه خليها هذا اتجاه هذا المتقطع داش لاين فوق طالما راح ادرس حالتين خليني اكتب معادلة اتزان سيجما اف سيجما فاي واقيم يمي جاهزات حتى اطبقهم مباشرة اسوي شيء الوزن اسوي ام في جي الام 100 وجي 9.81 يكون 981 نيوتن سيجما اف يكون 0 وكل شيء بهالاتجاه راح اخذه موجب ايش عندي؟ عندي بي كوساين 20 وعندي الاف لان الموجبات بي كوساين 20 وعندي الاف من عكسهم فقط هاي مركبة الوزن هي دبليو ساين 20 دبليو ساين 20 يساوي صفر هسه راح نعوض قيمة الدبليو 980 الاف مجهولة والبي راح اخليها مجهولة ليش؟ لان مرة بي مرة 100 مرة 500 ان هاي المعادلة المجهول بها فقط اف ان هذه لو 100 ولا 500 نروح على سيجما اف واي اذا فقدها هي هنا كل شيء بهالاتجاه هذا موجب ايش عندي موجب؟ عندي الان شنو موجبه؟ شنو عندي عكسه؟ مركبة الوزن هذه اللي هي دبليو كوساين 20 دبليو كوساين 20 وعندي عكسه هاي المركبة اللي هي دبليو ساين 20 يعني مركبتين اذا المعادلة الثانية عوض دبليو ثابت ما له علاقة 89 شو يبقى؟ الفي والان هنا البي مو مجهولة أنا مرة 100 مرة 500 من المجهول N إذا أنا أطبق معادلة هاي المعادلة طبعا قيمة N وهي المعادلة طبعا قيمة F أول الحالة الأولى عندما يكون قيمة الفي سالب 500 نيوتن الفي 500 نيوتن أروح على المعادلة اللي بيها F المعادلة الأولى شوف كانت هاي المعادلة اللي بسطناها هنا عوض قيمة فيه 500 تطلع قيمة F إشارتها سالبة 134 نيوتن معناها من إشارة سالبة مع اتجاه اللي فرضت أنا مبدئي خطأ يا اتجاه صحيح أنا ما هذا اتجاه صحيح هذا هو أنا فرض خطأ فرضت طرح اتجاه صحيح هذا اتجاه صحيح إذا هسا اتجاه هو طالب مني بالسؤال مقدار F واتجاهه هسا اتجاه لي وين داون ذا انكلاين يعني باتجاه اسفل المنحدر نروح على المعادله الثانيه هذه ان ماينس بي ساين 20 هاي الثانيه قيمه بي عوضها اللي هي 500 ايش طلع ان 1093 نيوتن خلينا نحسب اف ماكسيموم حتى اشوف طلع هسه واحد يقول شو يقول اقول انا ما طلعت الاف 134 واتجاه جوا بعد ليش دا اكمل؟ مو قدر ما اعرف انا في حال حركه لو سكون اذا سكون هذا اوكي هذا اف لا اذا حركه مو هاي اف اذا ترى شلون اعرف انا حركه مو حركه؟ من هذا يحدد هذا الشيء؟ يحددها مثل ما شرحت لكم قيمه اف ماكسيموم اذا هذه اف اكبر من اف ماكسيموم خطا انا في حاله حركه
واذا هذا قام الاف ماكسيمم هذا في حاله سكون. اذا خلينا نطلع قيمه اف ماكسيمم. حتطلع قيمه اف ماكسيمم لازم اطلع قيمه ان واضرب في ميو ستاتيك. اذا من هالمعادله لما تشوف فقط ان يطلع قيمه ان اف 93. اذا اف ماكسيمم اف ميو ستاتيك في الان 0.2 في 1093 يطلع اف ماكسيمم 219. تلاحظون قيمه اف 134 ايش بيها؟ اقل من اف ماكسيمم. شباب خلينا نرجع للرسم حد شوي ثاني. انا ورثت شباب اف شوف اف ماكسيمم هذه 100 عفوا اف ماكسيمم هذه اف ماكسيمم قيمتها 219. شوف هذا هاي النقطه 219 بينما قيمه اف طلعت 100 يمكن 130 139 كان فيها اقل منها. اذا اقل منها معناها انا وين؟ معناها انا بعدي بالستاتيك. اذا بالستاتيك معناها قيمه اف اللي طلعها الاتزان صحيحه. قيمه اف اللي طلعها الاتزان صحيحه. إذا هو أنا هذه الحالة الأولى هذه. إذا شوف تلاحظون قيمة اف أكبر من اف ماكس اف اف الاف أقل من اف ماكسيمم. إذا أنا في حالة الستاتيك. إذا قيمة اف اللي حسبتها هذه 134 هي صحيحة. إذا هسه حاليا الجواب الاف 134 واتجاهه داون ذا انكلاين باتجاه أسفل المنحدر. خلينا ندرس الحالة الثانية. ايضا نفس المعادلات اروح احسب قيمه اف من المعادله الاولى بي اخليها 100 اف مجهوله يطلع قيمه الاف اشارتها موجبه 242. اذا موجبه معناها اتجاهها صحيح حاليا هذا خطا هذا مو مالتها. الحاله الاولى اذا هذا اتجاهها صحيح حاليا وين اتجاه الاف؟ اب ذن كلايند باتجاه اعلى المنحدر. لان حاليا حسبنا مقدار الاف 242 اعلى المنحدر. زين هسه واحد يقول احنا حسبنا مقداره وحسبنا اتجاهه بعد شكو بدنا نكمل؟ يقول لا حتى انا اشيك انا في حاله حركه لو مو حركه لو سكون. هذا من احنا هذا الشيء الاف ماكسيموم. خلينا نحسب الاف ماكسيموم. حتى احسب الاف ماكسيموم انا شو احتاج؟ احتاج الان احتاج الان اروح سيجما اف واي طالع منها قيمه ان. شوف المعادله الثانيه هذه سيجما اف واي المجهول. شوف البي 100 يبقى المجهول الان. الان يطلع 191 نيوتن. هسه قارني اف ويا اف ماكسيموم. شو تلاحظون؟ الاف ايش بيها؟ اكبر من اف ماكسيموم. شنو معناها وين؟ معناها اني بالمكان الثاني. معناها وين اني؟ اذا اني في حاله الكاينتيك. شوف طالما اف اكبر من اف ماكسيموم انا بهذا الرينج بالكاينتيك. من يكون اف يساوي كف اف كاينت من يكون انا بالكاينتيك الاف يساوي؟ يساوي اف كاينتيك. مقدار ثابت يساوي ميو كاينتيك في الان. ميو كاينتيك في الان. نروح سؤالنا. اذا طالما الاف اكبر من اف ماكسيموم اف اكبر من اف ماكسيموم اذا انا وين اني؟ في حاله الكاينتيك. اف كاينتيك يساوي ميو كاينتيك في الان. ميو كاينتيك 0.17 والنورمال فوت حسبناها من هنا 2959 يطلع قيمه الاف 163 اب ذا انكلاين. اذا هسه الجواب مالته قيمه اف 163 واتجاهها اعلى المنحدر باتجاه اعلى المنحدر. اذا لهنا راح نتوقف. ان شاء الله محمد نكمل.